أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال، وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وعلى تقاليدها، وأن أحترم الدستور والقانون. هذا ليش نادر عمي؟ هذا مو ندر، هذا فدو عن يمين كاذب حلفته اليوم. يا جبار، من حسن حظي خلقت على الدنيا وبتمي معلقة من ذهب. مصاري آخر عمي، هي ورق فوق ورق، بس هذا ما بيعني إطلاقاً أني ماني مهتم زيد عدد الورق بخزنتي، لأنه هاد دستور العيلة. بالنهاية المصاري تحصيل حاصل، بس علاقتي مع القانون علاقة عشيق بعشيقته. ما بيقولوا في ناس عندها شهوة شاذة للمخاطرة فبتشوف بطاولة الأقمار سلامة النفسي، وأنا من هدول الناس. بس شهوتي بهي الحياة هي لعبة القانون، لعبة تغيير الأقدار. رقبة المتهم بإيدك، إما بتاخده لحبل المشنقة أو بتفكه عن رقبته. بالآخر كل شي درسناه 4 سنين بهي المهنة ما علق براسي منن ولا قانون، لأنه حياتي كلها مفصلة عقياس قانون واحد، الغاية تبرر الوسيلة. أهلين حكيم. الله يسعد صباحك ست عبلة. أهلين، طمني. بدي خبرك إنه طلعت نتيجة التحليل للست اللي كانت مع حضرتك. التحليل طلع سليم 100% وما بتعاني من أي مرض بالدم. هي الحمد لله كتير منيح. شكرا حكيم، عزبتك معي. العفو، 100 أهلين. الله معك، مع السلامة. الله يرحمه لأحمد ويصبر قلبكم. بعرف إن الوقت غير مناسب إني إجي، بس والله مضطر جدا. مثل ما حضرتك بتعرف، كل يوم نتأخر فيه بالتحقيق احتمال شاب مثل أحمد يكون عم يلعب عليه بهالوقت. معك حق سيادة الرائد، معك حق. الله يرحمه يا رب. أنا بس عندي شوية أسئلة بآخر أيامه للمرحوم.